أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج ديوان إثراء، ونسلط الضوء فيها على أهم وأبرز القضايا والمشاكل الاجتماعية اللي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، لنقف على المشكلة ونبحث لها عن حلول باستضافة أهل العلم وأهل الاختصاص بكل تأكيد. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، يعني موضوع من المواضيع التي تهم وتهم بكل تأكيد كل مواطن وكل مقيم، ألا هو أثر المعلم. يعني لا يرتقي العلم إلا في المعلم، والمعلم متى ما صلح صلح الجيل بكل تأكيد. بداية دعوني أرحب بضيوفي من داخل الاستديو، الأستاذ والدكتور يعقوب اللقاني، مساك الله بالخير. حياك الله، شكلك قبول الدعوة. يا هلا، الله يحييك. أيضا الأستاذ أحمد الرويح، حياك الله، يعطيك العافية، شكلك قبول الدعوة. الله يحييك، صحة مبارك. ايضا الاستاذ احمد الغانم، مساك الله بخير، يعطيك العافيه استاذ. مساك الله بالخيرات والمسرات، الله يعافيك ويسلمك. المعلم والاستاذ حسان النحلاوي، مساك الله بالخير، يعطيكم العافيه. انا سعيد بتواجدكم ما شاء الله، وانتم نخبه من المعلمين المميزين بكل تاكيد. واليوم عندنا حلقه مهمه، اثر المعلم، يمكن اكثر حلقه تمسكم وتهمكم، يعني في كونكم معلمين بكل تاكيد. لكن حتى ندخل في صلب الموضوع، لماذا دور المعلم يعتبر دور الابرز والاهم في خلينا نقول في جميع الجانب التعليمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا أبو بندر على هالدعوة، وأحيي إخواني المعلمين الموجودين معانا، هؤلاء الصناع حقيقة الذين يبذلون أوقاتهم وأعمارهم في صناعة مستقبل الدولة، وهم لهم دور كبير في نجاحها أو فشلها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا ما ركزنا على التعليم أتوقع هذا دار فشل، ها، وجميع الدول وجميع المجتمعات إذا ما ركزت على التعليم وبناء المستقبل أبنائك صدقني راح تنهار. لذلك لو تلاحظون صور هيروشيما بعد إلقاء القنابل اللي فيها، بعدها تقريبا بثمان ساعات بلشوا مرة ثانية الحصة الأولى في التعليم على ركام المدارس اللي كان موجود. بمثل هذا يتحقق النجاح. ولاحظ أن كذلك الدولة الإسلامية على امتداد تاريخها سبحان الله دائما يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العلم والتعلم وغرس المعرفة في نفوس الأبناء، لذلك هو المعلم الأول عليه الصلاة والسلام، وهو قدوته في هذا المقام. فإفراد حلقة كاملة للمعلم اليوم وتسليط الضوء عليها من قبلكم جزاكم الخير، أنت والفريق اللي معاك يا أستاذ خالد ما قصرت، وحقيقة يستحق من التركيز وشيء أساسي. وهذه الديرة بفضل الله عز وجل يعني تنجح وتتطور وتتقدم بفضل الله عز وجل، ثم ما يصنعه المعلمون والمعلمات في المدارس من نواتج أبناء وبنات قدروا لهذه الدولة أن يرتفع علمها في كثير من المحافل الدولية بفضل الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خير والله. شكرا شكرا دكتور، ما شاء الله على الكلام الطيب. أستاذ طيب. أحمد، يعني دور المعلم مثل ما احنا عارفين هو دور مهم جدا، لكن نوصل رسالة أو أكثر، أو خلنا نقول نثري المجتمع برسائل إيجابية لما نتكلم عن دور المعلم، أهميته في نجاح العملية التعليمية. طبعاً موضوع حلو، موضوع حيوي، ويهم شريحة واسعة من الناس، خصوصاً المعلم هو يعتبر العمود الفقري والحجر الأساس في نجاح العملية التعليمية. يعني من غير وجود المعلم ما في ولا مهنة في الحياة، كما قيل المعلم يمتلك أعظم مهنة، تتخرج على يديه جميع المهن الأخرى. صحيح. تخرج العسكري، المعلم، المهندس، الدكتور، الطيار، كل المهن الأخرى تتخرج على يدي المعلم، فدوره كبير وأساسي في نجاح تنمية المجتمعات بشكل كبير. جميل. أستاذ أحمد الغانم، دور المعلم مثل ما قلنا مهم جدا. نعم. يعني وعلى يد المعلم تصنع الدول، يعني وكانت بعض التوصيات أن تصل المعلم وكأنه رسول يبلغ كثير من الأمور التربوية للجيل. لكن دور المعلم حتى أنا أبرزه خلينا نقول للمجتمع بشكل كبير. نعم. في نجاح العملية التعليمية، كيف أصف هذا الدور المهم جدا؟ والله المعلم هو صانع العقول. الله. لأن هناك من يصنع لنا السيارة ويصنع لنا الهاتف ويصنع لنا الكمبيوتر ويصنع، المعلم هو من يصنع العقول، ينميها، وهذه العقول هي التي ستقود كما تفضل الأخوة، هي التي ستقود شئنا أم أبينا بعد 20-30 سنة. الجيل الموجود سيجلس جانبا يستريح يتقاعد، والذي سيقود المجتمع الطالب الذي هو الآن على كرسي الدراسة. طيب، من الذي يزرع في الطالب؟ من الذي يعلم الطالب؟ إنه المعلم. فالمسؤولية كبيرة على المعلم، مسؤولية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وعند أولياء الأمور وعند نفسه هو كمعلم، عندما اختار لنفسه هذا الطريق بأن يكون معلم للناس، فالمسؤولية عظيمة.
وهذه المسؤولية صراحة يجب أن نكون كلنا شركاء معه فيها، حيث كما تفضلت نبرز دور المعلم. المعلم يجب أن يعطى عناية كبيرة صراحة، على مستوى الراتب، على مستوى التقدير، على مستوى التعامل، على مستوى كل شيء. مهنة صعبة صراحة، وبنفس الوقت مهمة جدا، فيجب علينا جميعا أن نتعاون في تقدير هذه المهنة وتقدير من يقوم على هذه المهنة وهو المعلم. جميل أستاذ حسان، بكونك أنت معلم، هل لمست هذا الدور؟ يعني هل خلينا نقول قدرت بشكل أنك فعلا أنا أقوم بعمل مهم جدا ألا وهو التعليم؟ هل برز دورك في المجتمع؟ حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمعلم من الذين أوتوا العلم، ويقول الله تبارك وتعالى حين أثنى على ثلة من العلماء، والمعلم هو من العلماء إن شاء الله تعالى إن أخلص لربه تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعلم يكمل مسيرة المعلم الأول صلى الله عليه وسلم الذي علم الصحابة ومن بعدهم. فالمعلم له دور فعال في المجتمع، فإذا أخلص المعلم اتجاه أبنائه الطلبة وكانت نيته لله تبارك وتعالى سليمة، سينشئ جيل بإذن الله تعالى أساسه صحيح. الإيمان بالله تبارك وتعالى، وسينفع هذا الجيل دينه ووطنه بإذنه تعالى. بإذن الله تعالى. يمكن احنا تكلمنا عن دور المعلم دكتور يعقوب، لكن أيضا المعلم يقع على عاتق مواد وتدريس وتعليم طلبة، إنشاء جيل. كيف ممكن المعلم يحبب الطلبة في المواد اللي قاعد يدرسها؟ يا سلام، فعلا صحيح. يعني الحين يمكن كلنا وانت قاعد تسأل السؤال يبالنا المعلم اللي حبيناه بأول دراستنا بالابتدائي، او المعلم اللي كان لهم دور في ضحكته، في دخوله، في ابتسامته، في تدريسه، في وسائله، في قطاته علينا، فعلا له دور. فلذلك المعلم هو غير جميع موظفي الدولة. المعلم يتعامل مع انفس، مع بشر، غير موظفي الدولة. لا أعطي سولي بطاقة مدنية والله خلص لي معاملة مخالفة، لا إحنا غير، إحنا نتعامل مع بشر. فلذلك لابد أن يمتلك من المهارات والمقدرات والأفكار والإبداعات ما الله به عليم، لكي يستطيع أن يراعي تلك الفروق الفردية بين الأبناء الموجودين. لذلك يعني تخيل أنت المعلم يوميا مع 30 طالب في كل فصل، إذا عنده فصلين ثلاثة تكلم يوميا قاعد مع 90 واحد، فيقع على عاتق هالتسعين واحد بذمته، دخل في عقولهم من المعلومات والتاريخ وغيره من الأمور. فلذلك المعلم لابد أن يستشعر هذه المسؤولية العظيمة، لابد أن يطور هذه المهارات اللي عنده حتى يواكب الجيل الجديد، ويستطيع أن يحدث تأثيرا فيهم مع كثرة الملهيات خارج المدرسة والمدخلات الغير مسيطر عليها من قبل حقيقة كثير من القنوات والشاشات والبرامج التي يمكن تفوق المعلم. ولكن يبقى المعلم هو السر في 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 مقام التدريس والتعليم، ولا بد من وجوده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي لم يستطع أن يأخذ القرآن لوحده، كان له معلم وهو نبي، فما بالك بما دونه من البشر عليه الصلاة والسلام. فلا بد لهم من معلم. المعلم وجوده أساسي، المعلم محور من أهم المحاور، ثلاث محاور عندنا: المعلم والمتعلم والمناهج. فالمعلم هو محور أساسي في هذا المثلث التعليمي التربوي اللي عندنا في الكويت. كلما أحسننا في إيجاد ما يستحقه كما ذكر أستاذ أحمد من مكانة، من رواتب، من قوانين تحمي وتحمي مستقبله، والله سينتج لنا جيل بإذن الله عز وجل جبار، نتمنى والله ذلك بإذن الله. يمكن ذكر الدكتور يعقوب ما شاء الله موضوع مهم جدا، على موضوع نتعامل مع أنفس، والنفوس نفائس، يعني مو كل واحد نفس الآخر، هذا نفس الغير وهذا نفس الغير. شو ممكن المعلم يتعلم مع هؤلاء الطلبة؟ بكل واحد وعقليته، بكل واحد ونفسه، كمعلم شو ممكن هي نفسه لهذه العملية؟ طبيعي مثل ما ذكر الدكتور أن في فروق فردية بين الطلبة، مو كلهم نفس التلقي، يعني واحد يعني كلهم نفس الشيء، لا، كل واحد يختلف عن الآخر. في طبعا مثل ما ذكروا علم النفس، في أنماط الشخصية، في النمط الحسي، البصري، السمعي وغيره. فهذه طبعا هذه مهارات على المعلم أنه يتعلم مثل هذه الأمور. فهناك في فروقات في مزايا كل واحد، ما في طالب ناد يعني ذكي وطالب غبي، لا، كلهم أذكياء، ولكن ما يعرفون وين الذكاء مالهم، لأن هناك في ذكاءات متعددة مثل هذه النظرية بالنسبة لما يعرفون. إيه نعم، فهي ذكاءات متعددة وليس ذكاء واحد.
فهذا طبعا طريقة وأسلوب يعني على المعلم أنه يعرف شلون إذا استمرته ويتعامل معهم. نعم. جميل جميل جدا أستاذ أحمد الغانم، يعني مش ممكن خلينا نقول أراقب المعلم في مهنته، مهنة مين سهلة، خصوصا معلم من يتخرج يدش مدرسة على طول يتواجه مع أكثر من صف، أكثر من طالب، فيهم طالب يصارخ، فيهم طالب هادي، فيهم طالب عنده مثلا خلينا نقول احتياجات خاصة، في طالب، فالمعلم شو ممكن رقبه في مهنته وشو ممكن أخليه يتقبل الوضع اللي هو عايشه. تمام، أنا أتوقع بداية يكون الموضوع هذا قبل تخرج المعلم أصلا أن يهيأ يعطى دورات مثلا، من هذه الدورات أهمية المعلم، دور المعلم، أساليب التدريس، كيفية التعامل مع أنماط مثل ما تفضل الأستاذ أنماط الشخصيات. فهذه الأمور تسهل على المعلم عندما ينزل إلى الميدان يكون قد يعني عرف شيء من أرض الواقع، ما يكون انصدم بشيء، ترى تعلم شيء ورأى شيء آخر، شيء آخر على أرض الواقع. فهذه من الأمور المهمة أن يكون هناك تدريب واهتمام في المعلم قبل تخرجه أصلا، يعني يعطى جانب مثلا التطوير المهني للمعلم تكون مثلا من المواد شيء أساسي، علمه في التكنولوجيا. يعني ما يصلح مثلا معلم ما يجيد استخدام البروجيكتر مثلا، أو استخدام البرامج مثل جوجل درايف مثلا ولا البرامج الأخرى مثلا جوجل أو شيء، هذه البرامج الأساسية التي يعتمد عليها تحميل المقاطع مثلا، الاستخدام مع استخدام البرامج، استخلال البرامج الجديدة والمعاصرة. فهذه تكون قبل طرق معينة. نعم. الأمر الآخر كما ذكرنا قبل قليل تسليط الضوء على المعلم أنه يشار إليه بالبنان. الآن في بعض المهن معروف هذه المهنة يقول لك معاش ممتاز، خدمات، ما أدري إيش كذا كذا، فيجب أن يكون الأولوية للمعلم في هذا الشأن. أيضا إعداد نفسي يعرف أهميته، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم صالح ينتفع به أو علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به يكون مستمر لهذا المعلم ولمن سيعلم هذا. هذا الآن عنده طالب، غدا الطالب سيكون معلم، أحد هؤلاء الطلاب سيكون معلم أكيد، وهذا الطالب عندما سيصبح معلم سيعلم غيره، فهو يشعر بأهمية نفسه من خلال تسليط الضوء على نفسه، المزايا التي عندك، ومن خلال المجتمع جميعا. يعني حتى مثلا ما هو المانع إذا مثلا شنو تشتغل يا أبو ركان؟ والله معلم، ما شاء الله معلم، يعني المجتمع يهتم، يكون يعني ترحيب بحفاوة، استقبال بحفاوة. وهذا ترى كنا نلمسه سابقا في عهدنا احنا على قولتهم، العهد اللي قبلنا عهد الطيبين، ترى المعلم كان له حظوة عند الناس، ما شاء الله هذا أستاذ، هذا معلم، هذا حتى أذكر حتى جيلنا واللي قبل شوي شفنا المدرس ترى نهاب المدرس ترى اي برا المدرسة، له هيبة حتى خارج المدرسة. اشيل هم المدرس انه شنو خاف يشوفني باكر فيقول لي انت امس تتمشى بالسوق وهذه الدراسة عشان كذي ما كتبت الواجب. فنضع هيبة المدرس، نحن لا نقول الان المدرس فقد هيبته او الطلاب لا يحترمون المدرس، نقول يجب ان نغرس هذه الامور ونركز عليها. صحيح. قيمه جميل. قيمه مهمه فعلا. نعم. جميل استاذ. ايضا يمكن استاذ حسان من الامر المتعارف عليه ان الدراسه متطوره، يعني كل يوم داخل على شغله، تكنولوجيا، علم، هل مطلوب من المدرس ان يطور نفسه بشكل دائم، يوافق الاساليب الحديثه، يوافق الطرق اللي قاعد تنشا وتصنع في الوقت الحالي؟ بلا شك، لان الحين الجيل اللي طلع جيل مرتبط بالتكنولوجيا، بالتليفونات، بالأجهزة الإلكترونية. فإذا كان المعلم يدخل حصته وهو مو مهيئ التهيئ الكامل لإلقاء هذا الدرس أو لتعليم الطلبة، لن يكون ناجحا. لن يكون ناجح. تخيل طالب معلم قاعد يعلم طلبته على شيء قديم، على البيجر. بالضبط. حلو هذا البيجر. على القلم والصبورة وخلصنا. لا لا، ما يحتاج. الآن الطلبة يحتاجون إلى تفاعل أكثر، يبي يشوف، يبي يسمع. شنو النماذج خلينا نقول اللي مرت عليك ما بين الماضي والحاضر استاذ، يعني حسب اللي لمسته من تغيير المناهج من الماضي والحاضر؟ الحين كطلاب احنا ما كنا سابقا كان المعلم ما عنده الامكانيات الكامله، بسيط بس يعني طباشير وصبوره واذا يبي يجيب هالجهاز هذا المسجل المربع هذا الكبير وخلص على كذي بس. اليوم يعني طباشير ملونة، بعض المدرسين كان يبدأ بالضبط طباشير، ترى هذا أوسع شيء، فهذا نوع من الإبداع سابقا. أيوة. إنه يدخل الألوان على السبورة، صحيح. في وقته كان يعني في وقته طبعا فعلا. لكن الآن ما ينفع، الآن لابد أن المعلم فعلا يأخذ دورات، يقرأ،
يتوسع حتى يبدع في حصته وحتى يتفاعل في الحصة مع 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 الطلبة. الطالب يحتاج اليوم إلى شيء جديد، فيديو، صبورة ذكية، صبورة العادية، وسائل. ففعلا الطالب يحتاج اليوم أن يعني يعيش مع هذا الموضوع. صحيح. جميل. يمكن أستاذ دكتور يعقوب اللقاني مثل ما أنا مدرس له عليه، فالمدرسين والمعلمين أحيانا ما يكونون خلينا نقول على قدر يعني الاسم مثل ما نقول، فما هي المحظورات أو الطرق اللي إحنا نقول للمدرس توقف عندها، لا تدخل المحظور حتى تبقى في عين المجتمع بالهيبة اللي إحنا نعرفها؟ البعض وليس الكل. إن شاء الله. صحيح. ما نتكلم عنه طبعا، لا تنادر بعد يعني. بالضبط. وقليل اللهم لك الحمد غالب المعلمين والمعلمات خاصه عندنا بالكويت خلال الفتره اللي قضيناها معاهم في الدورات والتدريب، تبارك الله على قدر عالي من العلم والمعرفه والثقافه والادب والذوق والاخلاق، وراينا منهم يعني تبارك الله انجاز رهيب جدا. يمكن ما يعني يلاحظ على بعض المعلمين فقط هو بعض الاسفاف الذي يقع في السوشيال ميديا، سواء كان من معلم او معلمه، كون ان يكون في صوره في المدرسه خارج المدرسه بصوره ثانيه. لذلك هذا الانتباه له ضروري جدا اتجاه بعض المعلمين للتمثيل، او لانه يكون مثلا في بعض البرامج سيئه الذكر ويكون فيها ممثل وراقص، وهذا هذا يسقط هيبتك. انت قدوه في اعين ابنائك، لذلك على الاقل لو لم يعني تكن حريصا على سمعتك، احرص على قدسية هذه المهنة التي انت فيها وانت حريص عليها. فلذلك هذه قلة قليلة جدا بفضل الله عز وجل، ولكن الاعم الاغلب تبارك الله فعلا قدوات. وحتى بعض الابناء يمكن على ذكر كلام الاستاذ احمد، لو يشوفه بالسوق ولا هذا وده يسلم عليه، يقول والله هذا استاذي مدرسي، بيروح بيسلم عليك، بيحبك، بيقدم لك اي شيء من كثر ما يراك انت في مقام علي جدا على غير بعض المعلمين في هذا المقام. فلذلك يعني تحية إجلال وإكبار حقيقة لمعلميننا ومعلماتنا اللي يبذلوا كل شيء، حتى بعضهم والله يتعب في وسائل التعليمية. في بعض المعلمين نزل تقنية الهولوغرام، الكينوت قاعد ينزل، قاعد ينزلوا الكاهوت، قاعد ينزلون كثير من البرامج في التدريس. الدش تبارك الله تشوف الجيب الخاص للمدرسين يدفع من جيبه والله. ولا وحقيقة المعلمات يدفعون دبل المعلمين. صحيح. ورأيتها في كثير من الزيارات في المدارس، يضبطون حق العيال، يسوون لهم أشياء من هدايا، من عطايا، من نوال، من أفكار، حتى بالتعزيز اللفظي يكتبوا لهم بعضهم على الدفتر رسالة شكر وتقدير، تلقى الولد يخشها عنده سنين ما ينساها ولو كانت ورقة صغيرة. فلذلك المعلم هو صاحب رسالة، صاحب همة، أتوقع له دور كبير جدا في تغيير الأبناء وتحول أفكارهم إلى ما هو أنفع، ولكن تبقى قلة قليلة جدا لا تكاد تذكر تحتاج تقويم. يعني يبي له الشيخ عبد الله اليابر الله يرحمه ويسنعهم. خلنا نأخذ معاكم هذا الفاصل ونعود. من بعد الفاصل مرة ثانية نجدد التحية لكم أعزائي المشاهدين وبرنامج ديوان إثراء. أستاذ أحمد، إحنا ما شاء الله تكلمنا عن المعلم لما عليه، لكن تجاه المجتمع، يعني خلينا نقول المعلم حق المجتمع، ما هو المنوط أو ما هو يعني خلينا نقول واجب المجتمع تجاه المعلم؟ طبعا المجتمع ناحية المعلم دورهم كبير وواضح خلال اليوم المعلم العالمي، هذا يصادف 5 أكتوبر من كل عام. هذا طبعا دور المجتمع والدول، هذا تكريما لمهنة المعلم، وهذا طبعا الدور واضح. طبعا بالإضافة إلى إحنا بودنا أن طبعا الدعم المادي والدعم المعنوي هذا مطلوب حتى يزيد من عطائه وتدريس الطلبة بكل إبداع وابتكار. الحين العصر هذا تغير، عصر يسمونه عصر المهارات، مثل ما ذكر الدكتور ان احنا عصر المهارات محتاج الى التقنيات، محتاج الى وسائل تعليميه اكثر. فكل ما اعطينا المعلم ووفرنا هذه وسائل اكيد راح يصير في ابداع وابتكار من خلال الطلبه. فهذه اهم النقاط المفروض على المطلوبه على المجتمع توفيرها للمعلم. صحيح. وكيف نبني مهاراته استاذ احمد الغاني؟ شلون ممكن نبني مهارات المعلم؟ يعني المعلم مثل ما ذكرنا العمليه التعليميه في تطور مستمر، المناهج تتغير، انا شلون ممكن اطور المعلم اخليه مواكب الاحداث بشكل دائم؟ من الممكن ان تكون هناك دورات يعني سنويه او فصليه، تغير المنهج، يعطى المدرس دورات من قبل اناس متخصصين، اناس لهم باع طويل في هذا الميدان، فيتم تطوير المعلم من خلال هذه الامور، غير المساله ان المفروض ان يطور نفسه هو المعلم. تنميه ذاتيه. نعم تنميه ذاتيه، ونحن نتكلم ولكن نتكلم عن دعم خارجي. مؤسسي. نعم. منها مثلا انا اعتبر ما يحصل في وزاره التربيه
هذا نوع من الدعم عندما يكون نصاب المدرس قليل مثلا. المشهور أن المدارس الخاصة نصاب المدرس كثير ضعف أو أكثر من نصاب المدرس في التعليم العام في التعليم الحكومي. طيب ما هو السبب؟ هل هو مسألة فقط تخفيف؟ أنا أذكر جلست مع أحد يعني المختصين في هذا الباب وذكر لي أن وراءه هدف، يعني مثلا قد يكون نصاب المدرس في التعليم العام 10 حصص في الأسبوع أو 12 حصة أو أقل، ترى أقل من 10 حصص، مقابلها ما أذم التعليم الخاص ولكن أقول مقابلها في التعليم الخاص قد يكون نصاب المعلم الضعف، فعلا الضعف 21. نعم. هذا سيء أصلا قرار في الوزارة ألا يتعدى أظن 24 حصة، بمعنى قد يصل بعضهم إلى 24 حصة، فهذا يعتبر من الأمور التي تكون سلبية على المدرس. أما الإيجابية تخفيف عنها، فالمدرس لما يكون عنده نصاب معقول يمدي أنه يحضر، يمدي يجهز الوسائل، يطور نفسه يتعلم. عدد نفس ما تفضل الدكتور عنده شعبة شعبتين يدرس فيكون عدد الطلاب أقل. ترى احنا لما نتكلم عن مدرس يدرس أو يعلم 100 طالب في المقابل 100 طالب يعني 100 ولي أمر. فالمسألة ليست مسهلة، تحتاج متابعة. يعني أنت مع تخفيف النصاب؟ هذه أحد الأساليب، تخفيف النصاب على المدرس والتطوير من خلال الدورات، من خلال الإمكانيات، من خلال أي شيء يقدم يدعم فيه المدرس. يمكن أستاذ أحمد عندنا مركز الله يرحمه حمود سعدون برقش اللي هو مركز الجابرية للدورات. نعم الله يرحمه. قام فيه سنويا قرابة 200 دورة للمعلمين والمعلمات ويدخلهم أكثر من 3000 إلى 5000 بالسنة. ما شاء يدربون الله. على المناهج وتبارك الله بشكل ممتاز جدا، بس أتوقع يمكن التعليم العام وليس التعليم الخاص. في أمور مثل الآن عندنا الحصص النموذجية التي تقام مثلا في المدارس، سمى نموذجية أو ريادية، يقوم أحد المعلمين بدعوة مثلا الموجهين ودعوة بعض مثلا المتخصصين ودعوة بعض المدرسين في نفس المادة أو نفس الفن ويقدم درس، يكون هذا الدرس أو هذه الحصة إبداعية. ولكن صراحة أنا يعني حضرت إحدى هذه الحصص فكانت نموذجية مبالغ فيها. مثلا كانت الحصة عن الحج، فكانت المحاضر أو المدرس كان يشرح وكان تحت يده 5 من المساعدين. ما شاء الله. كيف 5 من المساعدين؟ يتكلم عن الحج، فقال من الحج عندما نطوف بعد الطواف نصلي 2 ركعة خلف مقام إبراهيم ثم نشرب من ماء زمزم، أشار بيده فأتى 2 من المعلمين فأحضروا ماء زمزم فصبوا للحضور. عملي. نعم، فكان الدرس رائع ولكن كان تعليقي، أنا رفعت يدي لأن هذا مجال نقد وتبادل خبرات. كان تعليقي أن إعداد هذا الدرس من المفترض أن يكون هذا المدرس عنده حصة واحدة في اليوم بس عشان يقدر يجهز، عشان يقدر يجهز. الحين جايب ماي زمزم وجايب مجسم للكعبة وبروجكتور وأشياء وإحرام وطالب قاعد يلبس الإحرام وشرح وكذا. فيعني نحاول أن نسخر كثير من الأمور الوسائل نساعد فيها. في نقص معلمين، أنت ذكرت أكثر من مرة وشددت على الأمر النصاب، هل في نقص معلمين عندنا هنا بالكويت؟ في نقص يعني كمعلمين كأساتذة كعدد؟ هي المسألة قد لا تكون نقص، قد تكون يعني آلية سياسة. أو سياسة مدرسة معينة أو كذا، ولكن المعروف أن التعليم الحكومي المدارس الحكومية يعني تحرص على هذا الأمر، تكون الأنصبة منخفضة دائما. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وهذه ميزة ترى، يعني الحمد لله هذه ميزة في دولة الكويت. نعم. الحمد لله. الحمد لله. نعم. كل المدارس الجديدة الآن أكيد راح يصير عندنا نقص في الشمال وفي الجنوب وعندنا في الغرب، كلها مدارس جديدة. حسب المناطق اللي راح تتبطل. إيه كلها ما شاء الله مدارس الآن، حتى في غرب عبد الله مبارك 3 مدارس الآن على الافتتاح. على هبة الاستعداد. فتحتاج مثل ما ذكر الأستاذ أحمد كثير من الكوادر، من المعلمين، من الوسائل، من المدراء، مدراء مساعدين. فأتوقع الكويت مستقبلا خلال 10 سنوات قادمة محتاجة ضعف العدد الموجود. والمعلم ما يدش دورات قبل لا يدش المدارس، يعني لازم. المعلم خلينا نقول بعض المعلمين صغار في العمر خريج ما يدش دورة مثلا يتعلم. لا يعين معلم على مستوى الدولة إلا بمقابلة شخصية ودورة تدريبية يسمونها دورة المعلم الجديد. حتى القائمين عليها يعرفون تمام المعرفة. أسبوعين ما شاء الله. يعرفون هذا يستحق ولا ما يستحق. كثير من الناس ردوهم، هذا كثير أمر من الناس قالوا له اسمح لنا. مفرح جدا. أو إيه والله إحنا نفرح والله، مشددين على هالموضوع جزاهم الله خير. جميل. أيضا من ضمن الأمور إحنا تكلمنا عن المعلم ويعني أثر المعلم بكل تأكيد، لكن أيضا الطلاب داخل الصف، بعض الطلاب يعني لديهم بعض المشاكسات، يعني مثلا نقولها بالعامية مشاغبين. كمعلم شو ممكن أضبط الصف إذا بدر من أحد الطلبة يعني بعض الحركات اللي غير مستحبة؟ المعلم
لابد إذا دخل صف لابد أن يفرض هيبته. ناس ما تتكلم. يفرض هيبته بالعصبية، يفرض هيبته بالشخصية، يفرض هيبته بالحب بالاحترام، شلون يفرض هيبته؟ الآن كل يعني سبحان الله كل صف وكل طالب له تعامل خاص. المعلم إذا دش الصف وفقد هيبته من أول دقيقة لن تقوم له قائمة إلى نهاية السنة. فلا بد أول شيء يفرض هيبته بأخلاقه، بسلوكه، بتعامله مع الطلبة. بس ما قلنا الجيل هذا الحين ما ينفع معاه لا عصبية ولا شيء. ومن خلال تجربة العبد الفقير والله العظيم الكلمة الطيبة مفتاح القلوب. الحب. الحب. أي والله. وكل سبحان الله كل طالب له مفتاح. فلازم المعلم يعرف مفتاح كل طالب. مثلا هذا الطالب ينفع معاه الكلام الطيب. فدائما نستخدم معاه الكلام الطيب. في طالب آخر ما ينفع معاه لأن نتعامل برجولية. أبو فلان لا تنادي باسمه. نادي بأبو فلان أبو عبد الله أبو محمد. يشعر بشنو؟ بفخر. تعطيه قيمة. واحد ثاني لا ينفع ما ينفع مع هالاثنين، ينفع مع هالحزم شوي، التهديد، العصبية. بهذه الأمور يفرض المعلم هيبته إيش في الصف أمام الطلبة. جميل. نبي نماذج دكتور عقوب، نماذج من فرض خلينا نقول بعض المدرسين شلون غير الطلبة، يعني مثل ما كانوا بعض الطلاب مشاكسين أو مشاغبين، شلون قدر يقلب الطالع عليهم المعلم بحنكة وخبرة وقدر يتعامل مع الطلبة. جزاه الله خير أستاذ حسان، بين استراتيجية مهمة لجميع المعلمين والمعلمات في بداية أول حصة. فعلا الحزم مطلوب. أول حصة لازم تكون حازم حتى تعرف مفتاح كل واحد فيهم. لا تدش من أول حصة وتبدأ في الضحك واللعب، لأنهم راح يأخذون انطباع، لأن الانطباع الأول هو الذي سيستمر. فلذلك من أول يوم ابتسامة خفيفة، وشباب أنا قاعد أدرسكم وأنتم رجال تخرجتم من الابتدائي مثلا، طلعتم من الروضة وأنا أدري وكذا وسامع عنكم وعن عوائلكم. فأبدأ أعزز قيمة الذات فيهم، أن أنتم ذاتكم عزيزة علي، فأنا من تقديري واحترامي أني عاملكم باحترام. رقم واحد. رقم اثنين، دائما تفكير الكويت عندنا تفكير مجتمعي، بمعنى يقدر قيمة الأسرة. فلما أول حصة أقول لهم تفضل أنت فلان، والله أحمد المطير والنعم فلان، فلان يصير لك إيه أستاذ، والله والنعم أنت عبد العزيز العثيب، والله والنعم من يصير لك فلان السلطان ولك. فلما تبدأ كذي معاهم باكر راح يعطونك قيمة. ليش؟ أستاذ يعقوب يعرف أبوي، يعرف عمامي، فراح يمنع من كثير من السلوكيات السيئة، وذلك لنظام المجتمع عندنا في الكويت يقدر هالقيمة. تفرق المرحلة العمرية يعني؟ أنا كلمك عم متوسط، كون مرحلتي أنا فيها 23 سنة، فشوي عندي خبرة فيها بسيطة، أقدر أقول لك خلال تلك المراحل هذه اكتشفنا أن تعزيز الذات مهمة جدا، وأني ما حقر ذاته، وهذه مهمة جدا، وما يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا أن أحقر. أنت ما تفهم، أنت ما يجوز. الانتقاد دائما يوجه للسلوك وليس للذات. يسقط كثير من المعلمين في هذه، يوجه الانتقاد لذات الإنسان. أنت 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 يبدأ يحطم غلط، أنا ذاته محترمة، سلوكه غير مبرر. فلذلك أنتقد السلوك، أنت خوش ريال تبارك الله، والله النعم فيك، بس يا أخي درجاتك ليش كذي نازلة؟ متعود عليك سلطافة تجزينك، عرفت؟ عزز الذات وانتقد السلوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل. عزز ذات عبد الله بن عمر وانتقد سلوكه. وهذه من الاستراتيجيات العظيمة في صناعة الفرد وضبط الطالب في الصف. شو ممكن أزرعها داخل المعلم؟ يعني ما شاء الله السلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير معلم وهو خير قدوة، أكيد يعني على مر العصور على مر الأزمان. شو ممكن أوصل هذه الفكرة للمعلم؟ نرجع إلى الأصل اللي قاله الأستاذ أحمد، وجود الدورات والتدريب. لا بد من الاستمرار في الدورات والتدريب حتى تعيد الذاكرة ومعلوماتها. دائما الدروس والمحاضرات إنما هي لتذكير ناسي أو تعليم جاهل، ما تخرج من هذا. فالذي يحضر يكون ناسي هالأشياء، لما احنا نقول له يتذكرها ويبدأ يغير من سلوكه للأفضل، أو إنه جاهل ويكتسبها ويبدأ يطبقها وينجح. أما إذا تركنا المعلمين بهذه الأنصبة العالية وكرف وكرف وكرف، صدقني ما راح يثمر، راح يصير عبارة عن ماكينة فقط. فقط أدش لا 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 الدرس خلاص اطلع، ترى فهمته ما فهمته كذا، مو شغلي بالطقاق. أنا أنجز العشرين حصة اللي عندي، أنا مو شغلي إنكم تفهمون، أنا شغلي إني أؤدي للمطلوب مني للجهة التعليمية الخاصة، هذا اللي قالوا لي هذا اللي أسوي. هني موطن الفشل. فموطن النجاح لما تخفف على المعلم، لما تعلمه مهارات، لما تعطيه قدرات ممتازة، تهيئ له بيئة تعليمية ممتازة، يحصل التعزيز الإيجابي الموجود منك كمدير أو مدير مساعد، والله راح تتغير العملية التعليمية كلها. والكلمة الحلوة هي السر، ها، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب. يا أخي هذا الرسول، هذا الرسول الله يقول له هالكلام، فما بالك إحنا؟ يا أخي نحتاج كلمة حلوة، كلمة طيبة، تعزيز، ها، شكر، ثناء، أتوقع يثمر بإذن الله. أكيد. حتى نزرع نزرع كلام جميل جدا من الله يجمل معانيك. لكن حتى نزرع الإخلاص يعني
الإخلاص في العمل بالنسبة للمعلم، يعني شو ممكن أوصل له المعلومة أن العمل اللي قاعد يقوم فيه المدرس عمل عظيم جدا، عمل لا يشتهم فيه، شو ممكن أوصل له المرحلة أن الإخلاص في العمل لابد أن يكون بين أعين وبين نصب هذا المعلم؟ طبعا الإخلاص مطلوب، وأيضا يعني الاحترام يعني أهم شيء على المعلم يكون محترم، وطبعا هذا ما أكيد كل المعلمين محترمين وعندهم هذه القيمة، موجه لهم تحية بكل تأكيد. أي والله تحية كبيرة لهم. فالاحترام مطلوب، لأن الإنسان مخلوق مكرم، يحترم الشخص اللي يحترمه ويرفع مقامه وقدره، فهذه تصير عملية تبادلية، فإذا المعلم يحترم الطالب فأكيد الطالب يحترم المعلم، فهذه وسيلة جيدة وفعالة لتأثير في الطلبة، لأن احنا طبعا المعلم يعني عنده دور كبير، ويعني مهمة صعبة مو سهلة انه يتحكم بهذه الأعداد الكبيرة اللي عنده قاعد يعلمهم درسهم، وطبعا هي ساعة كاملة او اقل. اي والله يعني فهي مهارات، يعني كل 20 دقيقة يتغير شوية الإنسان، يقل تركيزه كل 20 دقيقة طبعا، يعني ممكن إذا كانوا صغار يعني بالابتدائي طبعا يحتاجون كل 5 دقائق، صحيح، وعلى حسب العمر، إذا كان عمره 5 سنوات 5 دقائق، إذا 10 سنوات 10 دقائق، فالتغيير هذه مخذ استراحات تشد انتباه الطلبة مرة ثانية للمعلم، فهذه مهارات أساسية يحتاجها المعلم، منها الاحترام أكيد المتبادل بينهم والإخلاص، حتى يعني يكون العملية متكاملة في نخرج خلينا نقول بعمل ووعي اكثر واكثر. استاذ احمد الخانم، يعني ايش ممكن يعني مده الحصه عندنا كم؟ 45 دقيقه حسب ما بين 40 45 لو قلت لكم ما هي الامور خلينا نقول السلبيه في المناهج نوعا ما، خلينا نقول 45 دقيقه 40 دقيقه هذه ما يتحملها عقل الطالب، هل هي فعلا مبالغ فيها، هل هي قليله؟ يعني الجوانب اللي ممكن خلينا نقول حسب خبرتك استاذ احمد الخانم ممكن نبدل فيها، نعدل فيها بشيء بسيط حتى نخرج إلى برا الأمام مع الطالب. نعم، هو بداية المدرس حتى يستطيع أن يقدم ويعطي يجب أن يضع قوانين واضحة لطلابه. جميل. واضحة، معنى واضحة يعني هي للجميع حتى يشعر حتى الطلاب في العدل، لأن تنوع أو اختلاف التعامل وتبدل الطرق أثناء الحصص يشعر الطالب أحيانا بالظلم، ولا طلع فلان ما طلعني، انا قلت عطشان ما طلعني فلان، طلع قلت ابي كذا. فالسبب قد يكون المدرس عادل، ولكن السبب ليس له آلية معينة او طريقة معينة يمشي عليها، قوانين الصف. نعم، ولذلك هناك شيء اسمه قوانين الصف، نفس ما تفضل الدكتور، من اول حصة يمكن انا ما اعطي الحصة هذه، الحصة تكون تعارف ونضع قوانين الصف، الاستئذان يكون كذا، فترة الاستئذان من كذا إلى كذا، يسمح لك الاستئذان في الحصة مرة أو أكثر كذا. عندما نضع قوانين للصف الآن أصبح الجو مهيئ للتلقي. أمامنا 45 دقيقة، وكما ذكر الإخوة الوقت هذا ما يعني من الصعب أن يستوعب الطالب كل هذا الوقت، صحيح، للتعليم. هنا يأتي تنوع أساليب وسائل التعليم، صح، وسائل. ترى من التعليم يا شباب قوم الآن عندنا استراحة دقيقة، خذ لك النفس، خذ لك نغير. قد يكون ترى أنا رأيتهم بعض المدرسين معانا 60 ثانية يعني دقيقتين، أو عفوا 120 ثانية دقيقتين، هذه استراحة، اللي بيحط رأسه على الطاولة ينام. اللي طبعا لو مر أحد في الممر أو دش على الطلاب يقول لك هذيل الطلاب نيام، شو السالفة؟ لا لا، المدرس هو ملك الحصة يعمل ما يشاء، وأنا كنت أعملها أحيانا. أحيانا مثلا قد يكون الطلاب أتى عليهم فترة في الفرصة، مثلا تأخر عليهم المدرس اللي قبل وكان عندهم شيء معين فما أكلوا الأكل اللي عندهم، ويجيك الطالب أستاذ ما أكلنا، ما لي شغل الحين حصتي. لا لا، من حسن إدارة المعلم للحصة، ترى يا شباب أنتم ما تريكتم ما أكلتم، عندكم 5 دقائق رأيكم. أي سلام. نعم. وأحيانا ترى قد يكون إيصال الرسالة من خلال أخطاء الطلاب، يعني نوع الأساليب جربتها مرة من المرات، تركت الطلاب دون تنبيه في بداية الحصة في الفرصة، ها، دون تنبيه على مسألة النظافة ومسألة أن تضع جلكم الله القمامة ويعني القراطيس في مكانها المناسب، تركتهم فأصبح المكان ماذا؟ متسخ، فوضى ومتسخ وعفيسة. لما خلصنا أنا أوصلت رسالة من خلال هذا الأمر، شوفوا المكان اللي أنتم قاعدين فيه، شوفوا مدى النظافة اللي أنتم فيها، هل هذا مقبول؟ الحين لو دخل المدير ولا دخل أب من آبائكم ترضون المنظر هذا اللي انتم قاعدين فيه؟
فممكن أثناء الحصة كل معلم كما يقال لكل شيخ طريقته ولكل معلم تترك على راحتك كمعلم. نعم. يعني خلينا نتكلم بصراحة يعني كوقعنا كمدير. نعم. يترك المعلم يأخذ ريحيته بهذه الطرق اللي ذكرتها أستاذ؟ والله أتوقع المدير يعني الأصل خصوصا إذا كان هناك يعني مخرجات ونتائج مميزة عند المعلم حتى لو دخل وراء المعلم يلاعب الأولاد في الحصة هو يعلم أن المعلم له هدف من وراء. صحيح. هذا اللعب طريقة معينة. أي نعم هي طريقة. هناك أصلا من طرق التعليم التعليم باللعب ليس كذلك؟ نعم. تعلم باللعب. فهنا يأتي دور المدرس حتى هو أيضا ما يصاب بالملل. أحيانا يكون عنده حصة حصتين ثلاثة متتالية ينوع الأساليب ينوع طريقة الأداء. ترى من أساليب اللعب مثلا يكون هناك كرة يلا ألقي الكرة على الطالب، الطالب الذي يأخذ الكرة يجيب على السؤال ثم بعدها تلقى إلى شخص آخر. الموضع من ينظر من بعيد يلعبون يلعبون ولكن ترى تعليم وتعليم مؤثر جدا وابتسامات وضحكات وكذا. فالمدرس عليه الدور في أن يعني يجعل هذه الحصة غير جامدة يدخل عليها ما يرطب يعني هذا شطارة بالنسبة للمعلم. نأخذ معكم هذا الفاصل ونكمل إن شاء الله حديثة. عدنا لكم أعزائي المشاهدين ولازلنا في أثار المعلم وحلقة من حلقات ديوان إثراء. يمكن تكلمنا قبل الفاصل طرق ووسائل المعلمين وتحفيز الطلبة في المعلم ودور المعلم بكل تأكيد، لكن خلنا نتكلم بصراحة يعني المناهج اللي عندنا لا زالت بعض الشيء ما تواكب العصر. الشباب خلنا نقول الأولاد والأطفال أصبحوا أذكياء من الروضة وحتى الثانوية، يعني مطلعين فاهمين، يعني حتى أصبحت وسائل تعليمية البعض قام يتكلم إنجليزي بسبب التليفونات بسبب الأجهزة. أيوة. فأنا شلون ممكن أدخل عليهم وأنا خلينا نقول ما نقال جامد ولكن تعليمي شوية مو مواكب لهم، شلون ممكن أقربهم مني أكثر؟ نعم. أسلوب القصصي هو الأسلوب الأكثر يعني قرابة على قلوب الطلبة. فلما يبدأ المدرس بأسلوب قصصي إما عن طريق قصة هو يلقيها أو عن طريق مقطع فيديو مثلاً يقول حق الطلبة معانا الآن هذا المقطع الفيديو أبيكم تشوفونه وبعدين إن شاء الله نعود للدرس. لابد أن يفعل المعلم كل ما يراه مناسب لجلب انتباه وأفهام الطلبة. فالمعلم قبل ما يدش حصته لابد يكون هو مهيئ أصلاً. شنو أنت شنو عاد أنت ما ينفع تدش الحصة وأنت مو مسوي شيء مو محضر مو مسوي شيء. حط في بالك انك تبديش حصتك وانت لابد ان هناك شيء يلفت انتباه الطلبة اليك عن طريق قصة عن طريق مثلا آية قرآنية عن طريق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مشهد تمثيلي تخلي الطلبة هم اللي يمثلون الامر هذا على حسب الدرس اللي عندك. فلابد ان المعلم يستخدم يبتكر. بالضبط لابد ان يستخدم كل الوسائل التي تعينه بعد الله سبحانه وتعالى على ان يكون هذا الدرس فعال ومميز لدى الطلبة. جميل. يمكن قم المعلم يوفيه التبجيل أكاد المعلم أن يكون رسولا يعني. أكاد المعلم يعني رسول. المعلم دام وصل إلى مرحلة الرسل معناته أنه قدوة. كيف يكون المعلم قدوة؟ أوه يبي لنا حلقة جديدة. خذ راحت. الله يجزاك خير. حقيقة المعلم كلما استشعر أهمية ما يقوم به كلما كان قدوة في نفسه وللآخرين، لذلك هي فعلا وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم ومن لحقهم بعد ذلك من الأئمة والعلماء والذين سرد التاريخ ذكرهم سبحان الله بشكل غير طبيعي. فلذلك الاستشعار أنه امتداد لجيل عظيم واستشعار أنه من يصنع لنفسه أوقافا وأجورا ستجري له بعد موته، فهذا المعلم في كل حركاته وسكناته وكلماته وإيماءاته وإيحاءاته كلها ترى راح تأثر بالطالب، والطالب ممكن يغير حتى تخصصه لأجل واحد معلمين. وبعض الطلبة كان ينحاش من حصته يحضر حصة بعض المعلمين من كثر ما يحبه. الأعظم من ذلك في فترة من فترات مشرف على طلبة الداون التوحد. تخيلنا طلبة التوحد من كثر ما يحبون معلماتهم تقول معلمة حتى في اجتماعات مجلس الإدارة الطالب يقعد وياي، طالب في الصف التاسع أو في الصف الثامن مو قادر ما يبي صفه يبي المعلمة من كثر ما. ففعلا لغة الحب هي التي يجب على المعلم أن يدركها في المقام الأول، يطور نفسه فيها، يعرف أنهم يحبونه، أنه يقدر. فذلك كل ما يتكلم فيه
كل ما يطرحه كل ما يغرسه فيهم لازم يعرف ان هم راح يتبعونه راح يقلدونه وراح يكون لهم. ما قاطعك الا بالخير ان شاء الله، لكن من قال سالم يعني هذه العلاقه، علاقه المشاعر، علاقه الحب ما بين الطلبه، شلون ممكن المعلم ينتبه حتى خارج خلينا نقول الدوام الرسمي ان يحافظ على اخلاقه؟ يعني يقال لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيمه، فشلون ممكن انهى في المدرسه واكمل عليه استمراريه خارج المدرسه، احافظ على 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 وضعي، احافظ على طريقتي حتى الطلبه ما يشوفوني في وضع مخل مثل انا كنت ناهيهم عنه داخل المدرسه. والله يبقى المعلم انسان ترى بعد، هم ممكن يقع منه ذلك التقصير وذلك الزلل او الخطا او غيره يقع منه، ولكن احنا اشكاليتنا هو تصوير ذلك الخطا ونشره على المجتمع. احنا لا نمانع من وجود اخطاء عند المعلمين في خارج اسوار المدرسه، شيء طبيعي، بني ادم وهو بني ادم صحيح. طبيعي يخطئ ويزل ويسقط طبيعي، ولكن ان تصور نفسك ثم تنشره للملأ وتدعو الناس الى فعل مثل هذا، هذا هذا عار عليك اذا فعلت عظيمه. اما وقوع الانسان في الخطا لا، شيء طبيعي جدا. رقم اثنين، المعلم بشر، عنده سلوكيات صعبه، عنده بعض الكلمات، عنده شده وممكن يزف ظروف دكتور. اي طبيعي، هو انسان بشر. يعني كثير معلمين ساعات يدش الحصه وهو ما له خلق، تو عنده حاله وفاه، عنده كذا، ما يقدر يدرس، ما هو بذاك الاستيعاب، ممكن اذا تكلم اخطا، مزاجه متعكر. فذلك المزاج، هذه الحاله المزاجيه لها دور كبير جدا في صناعة المعلومة. لذلك مراعاة الحالة النفسية والتأكد من مو خلو، ما لا يمكن أن يخلو معلم من هالشيء، والتأكد من قدرة المعلم على الفصل. القاعدة التربوية تقول من فصل فقد وصل، ومن خلط فقد غلط. فلا يخلط المعلم بين عصبيته مع المدير وأنا متهاوش مع وجه يطلع حرته بالطلبة، ما يصلح. عندي مشاكل مع زوجتي وعيالي بالبيت متراجع معهم، أطلع الحرة بالطلبة. لا، لابد أن تفصل بين كل هذا. إذا دخلت عندنا كلمة إحنا نقول، إذا دخلت باب المدرسة همومك مشاكلك وين؟ برا باب المدرسة. بالمدرسة لابد أن تخلي نفسك لكي تعطي الطلبة أفضل ما عندك، لأنهم أمانة في عنقك. الخيط الرفيع، خلينا نقول الخيط الرفيع مع بين الطالب وبين المدرس، متى يسقط؟ متى يكون فيه خلاص شرخ؟ لا الطالب بتقبل المدرس ولا المدرس بتقبل الطالب، هذا الخيط الرفيع. متى أنا أقول الله شعرت معاوية لا هذه نتيجة. فلذلك لابد أن نرى البناء الذي سبق هذه النواتج التي خرجت على الطالب بحيث يصل إلى مرحلة كره المعلم، وهذه قليلة جدا رأيناها في قليلة جدا المعلمين أن يوصل لمرحلة الكره، لأن مرحلة صعبة أن يكره المعلم، إلا أن يكون الطالب عنده مشاكل. بعض الطلبة هايبر، اللي هو كثير الحركة، كثير التشتت. بعض الطلبة عايش بيئة الوالدين يكونوا منفصلين فيهم، فلذلك عنده بعض المشاكل الأسرية ممكن يفرغها على المعلم. بعض الطلبة يعاني من مشاكل في الاختبارات الثانوية العامة، على ذكر مثل هذا، في طالب 4 اختبارات ماية يدق عليه المدير، الله يجزاه خير، أذكر أستاذ فهد المضاح كان مسي عليه بالخير، يدق عليه ما يرد عليه، يقول واروح ودور التاكسي اللي كان يجيبه كل مره، يقول شفته مره يجيب تاكسي، وصيد التاكسي واقول له وركب معك، قلت وين؟ ودني الطالب اللي كذا، يقول رحت له ولا امه وابوه منفصلين، والولد طالع بحوالي مأجر غرفه وثلاث ايام ماخذ حبوب ما ادري شنو وطايح بالغرفه ما حد درى عنه، ويطلعونه ويعالجونه ويلحقون عليه، او يومين نسيت القصه والله. المقصد ان في بعض الحالات والله تدمي القلب، فهذا اللي قدامك بشر، فأنت ما توصل معه مرحلة الكره أبداً، إلا أن هناك سبقته كثير من العمليات والمشاكل تراكمية. اللي ما بالضبط تراكمية ما تمحلها. غالباً المعلم والمعلمة هم أباء في الصف، يحتوون الطلبة والطالبات بشكل رهيب جداً، ما نوصل لمرحلة جميل الكره. جميل دكتور. أستاذ أحمد، متى خلنا نقول يعني المعلم أو الأستاذ داخل المدرسة يبدو التواصل بينه وبين الطلبة صعب، يعني أو متى يمتص غضب الطلبة في حال الطلبة يعني ما كانوا راقبين في بعض، خلينا نقول بعض المواد صعبة أو غير مرغوبة لدى الطالب، مثلا الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء شوي صعبة أو غلشة مثل ما نقول على الطالب، ما يحبها. فشو إذا أنا مدرس هذه المواد، إيش ممكن أسحب هذا الكره المادة وأحبب الطالب في هذه المادة؟ السؤال جدا مهم. يعني تحبيب المادة حق الطلبة في فروق فردية، في ناس عندهم قدرات يعني في مجال الرياضيات، في اللغات، فكل واحد يختلف عن الآخر، ولكن هذا دور المعلم انه يحاول يبسط المعلومات ويحبب الناس، يحبب الطلبة للمادة العلمية هذه. فهذا شيء طبعا له دور كبير على المعلم بانه يحبب الطلبة، لان في بعض المواد يعني اكيد صعبة، يعني مو كل واحد يتقبلها، لان في فروق يعني. جامد، الله يعين المدرس. تقول لي اسماء صدق منهجها كبير، مواد علميه، وطبعا التعليم يعني يحتاج الى عديد من المواد الجديده. يعني نعيش في عصر السرعه،
مثل ما ذكرت، مثل المواد اللي يحتاجها في العصر هذا، الذكاء الاصطناعي، الانترنت الاشياء. ممكن يصير ذكاء اصطناعي ياخذ دور المعلم؟ ممكن. شوف يوم الايام يعني الذكاء الاصطناعي داش مكانكم، يعني الذكاء لا يملك مشاعر بدون مشاعر يعني ما تقدر الأشياء. ما تقدر بدون مشاعر. مهارات محتاجه الى مواد جديده. طبعا 60% من الوظائف المستقبليه يعني للحين ما طلعت، ناس مو عارفه شنو. اي والله راح تروح فعلا 60%. ما عارف ايش الوظائف المستقبل. صحيح. مجرد تكثير مثل المواد والعلم وزياده البحث، هذا يقرس عند الطالب حب العلم والتطور اكثر، زياده مهارات. جميل. صار قاعد ابو بندر بياخذ مكاننا ذكاء اصطناعي. والله انا قاعد اقول الحين اذا في ذكاء اصطناعي ريبورت يجون ريبورت مكان معلم بعيد عن ريبورت بس ريبورت قاعدين يتقابلون ابو بندر. كان شيخه وكتابه سبقه، من كان شيخه وكتابه سبقه غلطه صواب. فسبحان الله إذا خذيت المعلومة بدون مشاعر نفس ما تفضل الدكتور، تأخذ المعلومة ناشفة، وقد تكون المعلومة أصلا مغلوطة. فدور المدرس في أسلوبه وفي شخصيته وفي أداءه أنه يوصل المعلومة حسب ما يرى من القواعد. نبي أمثلة. نبي أمثلة يعني مرت عليك، أو خلينا نقول من الأمور الصعبة بالنسبة اللي واجهتك أثناء التدريس، سواء من الطلبة، سواء من الشرح، سواء من طريقة، سواء من موقف. يعني نبي نماذج نستذكر فيها حتى نثري المشاهد ببعض الأمور الإيجابية. تمام. المدرس كما ذكرنا قبل قليل هو ملك الحصة، من المفترض أن يتصرف كما شاء في الحصة. جميل. أحيانا ترى يكون التكييف عطلان مثلا في الصف، أقعد عندنا حصة من خلص حصة، أستاذ حر مو قادرين، لا مالي شغل فيك، ترى عندنا منهج وعندنا لنا. هذا ما يصلح ترى مع الطالب. قد يكون الحل البديل ترى ناخذ الحصة في المكتبة مسجد. نعم. أنا كمدرس تربية إسلامي قد يكون البديل، الآن الطلاب عندهم شفت في الجدول مثلا 3 حصص مواد علمية فتحتاج إلى تركيز وإلى جلوس في المقاعد، عندنا تربية إسلامية أخذهم المصلى، أخذهم ساحة المدرسة مثلا إذا كان مكان يصلح في جو مناسب، حديقة المدرسة، مكتبة المدرسة، نقوم بنشاط حتى نغير الجو الجو ونخفف على الطالب. هذه من الأساليب ترى، من الأساليب أيضا المدخل للطالب. أدخل على الطلبة قد يكون حالهم في الحصة السادسة، الحصة الأخيرة، ويوم خميس فطافين خلاص. أبدأ معهم بماذا؟ قد يكون شغل بالهم المباراة اللي صارت أمس، أو حدث من الأحداث صار أمس. صح. شباب أمس قالوا كنا فاز فلان على الفلان. إيه والله تشوف انقلب نوبهم إلى صح 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 صح, 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 صح. لأن شيء هم يحبونه يعني، خاصة إذا كانوا قد ساوية الطلب. ظاهر دكتور قد ساوي جدا أباشرونيين دكتور. فأنت تذكرهم شيء من الواقع فيبدون يتجاوبون معك، منها تنتقل مرة أخرى تعيدهم إلى الدرس بعد ما سويت كما يقال رفرش أو إعادة إنعاش للحصة. فكل هذا يعتمد صراحة، صحيح قد يكون متعب على المدرس، ولكن يعتمد عليه بالأساس حتى يستطيع أن يرتقي هو وطلابه إلى المطلوب. تفضل الأستاذ حسان بشيء مهم. الآن مطلوب منا كمعلمين أن يكون هناك تحضير ذهني وتحضير كتابي. يعني دائما من المفترض مثلا عندنا حصة تتكلم عن الدرس الفلاني، ما أدخل اليوم حصتنا عن الدرس الفلاني كذا كذا. ترى من الأشياء المطلوبة منك كتحضير المقدمة، كيف ستبدأ الدرس؟ تمهيد. أبدأ بقصة، أبدأ بموقف، أبدأ بسؤال، ثم أثري الحصة بالإجابة على هذا السؤال، ثم أنطلق من خلاله. فأنا أقول المدرس عندما يكون عنده إعداد كتابي وإعداد ذهني مسبق لما سيكون في الحصة، يقدر الوقت، يقدر الجو العام للطلاب. دخلت على الطلاب قد يكون اليوم درس جديد، وبدل هذا الدرس بحل التقويم. السبب الحالة النفسية للطلاب، ما عنده مستقبل. الآن الطالب ممكن تقول له اكتب يكتب، أما افهم ما قاعد يستقبل. كلام جميل أستاذتنا والدكتور أيضا بهذا النقاش المثري، لكن ناخذ هذا الفاصل ولنعوده. عدنا لكم أعزائي المشاهدين وبرنامج ديوان إثراء. دكتور يعقوب، احنا تكلمنا قبل هوا عن ماهية المناهج والدروس وايضا المعلمين، لكن لو قلنا نبي توصية حق المعلمين الغير راقبين في التدريس اصلا، يعني يقول لك والله انا ما ابي ان اقدم او ان ادرس احسن لينا ما ندري.
اي والله صدق صدق المي هي مهنه، هي مهنه للراغبين فقط بالضبط. اللي يقول انا ما اصلح وامشي الله يجزاه خير، والله هذا على راسي تصب النفس، والله على راسي ضروري. الرغبه مهمه جدا في اداء اي شيء، اي شيء انت ما عندك رغبه فيه ما راح تبدع فيه. وجود الرغبه والحافز وانك قاعد بميدان انت عارف من مبتدئه الى منتهى راح تثمر. اما يجيب لي واحد جاي والله يدور لي راتب واجازات، هذا ترى ضرر على التعليم، على العمليه التعليميه التربويه على مستوى العالم والله كله، مو بس الكويت، كثير من بعض المعلمين وهم قله اتوا بغير رغبه. وانا مدرب طلبه معلمين كنت دائما اقابلهم بالرفض، حتى في المقابلات الشخصيه كنت ادق على الموجودين واقول لهم جماعه فلان فلان ترى ما عنده دافعيه ابدا، اتى لهدف واحد بس، ايش عندك اشكره؟ يقول والله انا عشان العطلات وعشان الراتب. فهذا حط توصيه ان هذا لا تقبلونه، ضرر مو علي انا بالنسبه لي ما راح يضني، لكن ضرر على عيال الكويت اللي راح يكون ما تصبر عليه ممكن يحب الطريقه بعدين، يحب الرويني اصبر عليه. هذا كنا نقول زوجه خليه يتسنع، زين وبنت الناس ما يصير. فلذلك ما ابي اظلم عيال الكويت اللي جايين ابائهم وامهاتهم يوميا يجيبونهم يحطونهم امانه في رقبتي، باكر انا اضيع الامانه بسبب وجود واحد. حتى طريقته في التدريس، حتى طريقته في عرض الوسائل، حتى طريقته في التحضير، حتى في علاقته مع الإدارة، حتى في حضوره وانصرافه، حتى في وجوده في الدوام، حتى في كل شيء. واحد منهم ذاك اليوم قاعد يقرأ قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير، يقول أوه الوزارة طبعين الكتاب غلط، مسحوا مسحوا قوارير الأولى، ويقوم الطلبة يمسحون قوارير الأولى. قرآن، حتى قرآن محافظ. فكيف أؤتمن بمثل هذا على وجوده على 30 طالب راح يواجه معاهم سنة كاملة، يقعد معاهم كل يوم، أنا ما أدري شنو يغرس فيهم، شلون يعلمهم، شلون يأدبهم، شو عربي. ما تكون في رقابة على المعلم داخل الصف؟ مثلا ما في كاميرات أو حتى رؤية معينة أنك ممنوع؟ مو ممنوع، هو جزء منه قانوني ممكن يكون فيها شيء، ولكن لن تصل إلى نتيجة. أنت تتكلم مثلا، كلمك أنا بوجود مدرستي 134 معلم ب 1100 طالب ب 32 صف، شنو الكاميرات اللي بحطها؟ شنو الرقابه اللي بتسويها؟ كم بتقعد يوميا عشان تتابع كل معلم ماذا القى من معلومات، ماذا قال من مهارات؟ يعني امانه، هي بالنهايه امانه، هي هم، هي شعور، هي انتماء، هي روح، هي مسؤوليه. قلت لك انت وريث لامتداد لسلاله عظيمه من انبياء ومرسلين وصالحين ومصلحين وعلماء وفقهاء ومؤدبين ومربين، انت امتداد لهم. اذا انت تتحمل مسؤوليه الله يجزاك الجنه، روح عسى الله يفتح عليك. ولكن إذا كانت الدافعية منخفضة والأهداف غير واضحة بالنسبة لك والخوف من الله عز وجل جدا قليل بالنسبة لك والهم الأول هو المال أو الراحة، ما راح تعطي صح، ابتعد واخري والله، روح أي مكان ثاني، يلو يلعب كرة بعد أحسن. جميل أستاذ أحمد، خلينا نقول للي راقب وأول يوم داش، شو ممكن أقدم له توصية أو نصيحة، وخصوصا مقبل على أمر عظيم عظيم جدا مثل ما ذكرت؟ أيوة والله. طبعا الأيام الأولى طبعا هي فيها رهبة نوعا ما، فيها رهبة صحيح. والناس مو يعني قلق وتوتر، هذا طبيعي عند كل البيوت وكل الناس، لأن التعليم هي بداية جديدة وجادة. يعني حلو أن الواحد يعني عند المعلمين التهيئة النفسية، أهم شيء التهيئة النفسية قبل لا يدخل الصف، يكون عنده يعني مضبط انفعالاته، يتحكم مشاعره، وبعدين يدخل إلى هذا الصف طبعا بأسلوبه المتميز ومهاراته، يقدر يحبب الطلبة بالمادة. طبعا هي مهارات، هو لازم يتعلم مهارات إدارة الصف، كيف يربط انفعالاته، معرفة مشاعر الآخرين من حركاتهم ولغة جسدهم، مستوعب وياي مو مستوعب، معاي أو غير معاي. فهذه مهارات مطلوبة على المعلم، فكل ما كانت عنده مهارات كل ما كان تميز، كان أفضل من غيره. معلم من أنواع، في معلم متميز، في معلم بسيط يعني مهاراته بسيطة. فإحنا نبي نوصل إلى المعلم المتميز والناجح. كلام جميل من حيث ما انتهى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد الغانم، شو أنا أميز المعلم المتميز من غير المتميز؟ والله تميزه من أدائه، في أداء يومي، في عندك نتائج وقاعد يقدم يوميا. الآن قد تدخل على مدرس ما شاء الله يعطي الحصة والطلاب يكتبوا خلفه كذا، ولكن في نهاية الفصل أو في نهاية العام الدراسي ما هي النتائج؟ ما هي الثمرة المرجوة؟ هل فعلا استفاد الطلاب؟ مثلا في اللغة العربية هل تعلم القراءة والكتابة؟ في القرآن عنده كمية معينة، هل حفظ الآيات وأتقنها؟ في اللغة الإنجليزية هل؟ وهكذا، قس على هذه الأمور. فالنتائج لها دور كبير في مقياس أداء المعلم، وأيضا يعني المتابعة. الآن وزارة التربية مشكورة تضع مثلا معلم ويشرف عليه رئيس قسم، ورئيس القسم يشرف عليه موجه من خارج المدرسة، ويوجد مساعد المدير من المفترض أن يتابع بين الفينة والأخرى، ويوجد مدير.
طبعا هذه الامور قد يعني تشعر المدرس ب يعني ثقل عظم المسؤوليه وعظم المسؤوليه ويعني عبء اضافي. هو الان الرقيب عليه كان المدرس ولي الامر ينظر الى المدرس ماذا يصنع مع ولده، ورئيس القسم ينظر الى المدرس، والموجه ياتي ويحضر للموجه للمدرس، ومساعد المدير والمدير، كل الدنيا على المدرس رقابه. ويعني هذا الامر جيد ولا سيء مثلا ولي الامر؟ والله له جانبان، له جانب ايجابي للمتابعه واكتشاف لا قدر الله ان كان هناك خلل، لان مشكله كما تفضل الاساتذه والدكتور، يعني هناك مشكله ان نسلم عقول ابنائنا لمن لا قدر الله لا يصلح ان لا يحسن ان يزرع فيها المفيد. فالمتابعه جيده، ولكن يعني الحمد لله الذي يحصل الان، يعني مثلا الموجه حضوره لا يكون كمفتش وكرقيب يدخل فيشكر المدرس ويحضر، ربما يجد ملاحظه فيوصلها بطريقه جميلة بطريقة راقية. والله الأمانة هي سلاح ذو حدين، أمر صعب جدا يعني. هي على قولتهم قياس، أحيانا تأتي للمدرس وتكون طالب من هذا المدرس، وأحيانا يكون عكس صحيح. صح. فهو الأمانة في شيء مهم ترى، يعني من الدوافع المهمة للمدرس حتى يستشعر عظم الأمر يفكر بتفاصيل ولي الأمر. الآن لو قلنا في الصف على الأقل 20 طالب وعلى الأكثر 30 مثلا، يستشعر أن كل طالب من الطلاب، الأب أو الأم أو سائق المنزل، هذا الطالب قام في الصباح وأخذ ريوقه معاه وراح وصل أبوه باب المدرسة وشرال الأغراض وجهزه، بعد الدوام جاء أبوه أخذه، يعني هناك تفاصيل معقدة يقوم فيها كل ولي أمر. صحيح. حتى يوصل الطالب إلى على هذا الكرسي. أيوة، أو إلى هذا الكرسي. فبالمقابل ينتظر ولي الأمر، ينتظر منك الكثير، هو قدم الكثير. موضوعك هذا خطير. وينتظر إذا استحضرنا في كل أمور حياتنا، ترى إذا استحضرنا المسؤولية أو تفاصيل المسؤولية يعني نشعر بعظمها. طيب في المقابل يكون هناك سبحان الله دافع من الداخل أن أؤدي، لأن العقول مثل خطيب الجمعة مثلا، خطيب الجمعة إذا حضر الخطبة وتعب عليها وكان له مراجع في الخطبة وكانت خطبة يعني مميزة، فهو احترم عقول 200 300 500 شخص جو، ومطلوب منهم ان يستمعوا، واذا احدهم عبث ولو بالماء امامه عبث فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى لا جمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني على اقل اقوال العلماء لا اجر له في الجمعة، لا ياخذ الاجر. فاذا استشعر المعلم هذه التفاصيل كما استشعر الخطيب ان هذه العقول جاءت لتستمع لي، هذه الاطفال، هؤلاء الاطفال او هؤلاء الشباب يستمعون لي، أنا قدوة. الآن الناس يخافون من رقابة الكاميرات. صحيح. ترى أنت عندك 30 كاميرا في الصف، أي سلوك، أي كلمة، أي تصرف، أحيانا تبدي إعجابك بشخصية معينة، ترى أنت كمعلم ترى الطالب يذهب للبيت ويكتب عن هذه الشخصية ويتابعها، يبحث عنها لأن يعتبر قدوة. فأي كلمة تلفظ بها، أي تصرف، أي حركة تأتي بها، يجب أن تدرسها جيدا. كلام جميل جدا للأمانة أستاذ. أستاذ حسان، شو ممكن أزرع هذا الكلام في عقل المدرس؟ يعني شو ممكن أخليه يستشعر المسؤولية بشكل أو بآخر، إن المهنة اللي قاعد يؤديها مهنة مين سهلة؟ دائما حنا ارتباطنا بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشعر المعلم بأنك أنت إنسان مطالب أمام الله تبارك وتعالى، وهذه أمانة ستسأل عنها يوم القيامة، إن عرضنا الأمانة، وهذه من الأمانة أن تبلغ هذا الجيل وهؤلاء الطلبة هذه العقول بماذا ستغذيها. كل كلمة أنت محاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمعلم لما أزرع فيه هذه المعاني السامية، أنك أنت مطالب أمام الله تبارك وتعالى، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عما ستقوله وما تفعله أمام هؤلاء الطلبة، سيستشعر المعلم أنه أمام مسؤولية كبيرة، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي. أذكر مرة حدث في الصف اللي كنت قاعد أدرسه، انفعلت فقلت لواحد من الطلبة كلمة ما هي طيبة يعني. لما طلعت من الحصة استشعرت أن شل يعني أنا قدوة، أخطيت. كيف ونظر الطلاب علي أنا. ففي اليوم الثاني قبل ما أبدأ في الدرس ناديت الطالب، قلت أخوكم فلان أنا أمس حصل مني هذا الموقف، وطلاب صف رابع يعني ما هو بكبار والكذا، فأنا أعتذر للطالب أمامكم كلكم، فأنا آسف يا فلان
وأحب راسك. ولد صدار شجاعة. نعم. الولد استغرب. صدم. قال لا أستاذ أنا مسامحك وأنا اللي أحب راسك. الله أكبر. فالمعلم لما يحسن التصرف مو عيب ترى، ولو كان صغير مو عيب إذا حدث خطأ من المعلم أن يعتذر أمام طلب. صحيح. لأنك أنت هذا اعتذارك مو لك، ستعلمهم درس في الأخلاق وفي التربية وفي التعامل. فالمعلم لما يستشعر ثقل المسؤولية اللي عليه سيبدع إن شاء الله تعالى بإذن الله. دكتور عقوب، نماذج خلينا نقول المهنة ما شاء الله مهنة عظيمة، لو استذكرنا في ديننا الإسلامي الحنيف والتعليم، لو استذكرنا بعض النماذج النيرة لين يعني خلينا نقول نجعلهم قدوة ونبراس طريق في 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 ذاكرتنا أيضا لعيالنا وأولادنا. والله يعني نذكر نماذج بعيدة وقريبة على الأقل. يمكن عبد الله بن الإمام عبد أحمد بن حنبل رحمهما الله يقول: كنت كلما حفظت حديثا أعطاني والدي درهما، يقول: أما اليوم ذهبت الدراهم وبقي العلم. كذلك يعني بعض الآباء جزاهم الله خير يشجعون عيالهم يعني بشكل كبير على التعلم والممارسة والاستمرار في المدارس، وهذا شيء جيد. فلا بد من إيجاد حافز للأبناء خاصة مع كثرة الملهيات والمشغلات اليوم عندنا. ولاحظ القائمين اليوم عندنا في الكويت على المدرسة المباركية أول ما بنوها، ترى كانت قطية بين 7 تجار جزاهم الله خير، وأظن تبرع لهم الله يرحمه الهال فجحان في الأرض وعيال الصقر وكذا، وأقاموا المدرسة ثم أقاموا العلم ثم نقلوا الأبناء من الكتاتيب إلى المدرسة المباركية. فكانت أول انطلاقة. لو لم يكن هذا الجيل يستشعر هذه القراءة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم بأهمية وجود العلم والعلماء، ما اشتغلوا على أنفسهم بهذه الصورة. ولاحظ الله يرحمه مساعد العازمي رحمة الله عليه، اللي يسمونه حين عيال السائب الشيخ مساعد العازمي، لما انتقل من الكويت وراح مصر دخل في الأزهر وتعلم العلم الشرعي، ثم أراد أن يأخذ سفينة يرجع فيها الكويت، ولا السفينة طافته، رجع إلى معلمه. لو لم يكن معلمه حاذقا لما كان وجود لدولة الكويت. رجع عند شيخه فقال الشيخ المصري في الأزهر، قال: يا ابني في بعثة يعلمون الحقن الأبر. قال: يعني شو الحقن؟ قال: هذا مصل يحطونه أبر يطعمون فيه. زين، روح تعلمه. جلس عنده قريب الشهر رحمة الله عليه وتعلم، وخذ السفينة الثانية رجع للكويت، ولا الملاريا منتشرة بالكويت. سبحان الله. قال: يا جماعة عندي الموضوع، أنا توني متعلم موضوع اسمه كذا كذا، راح البصرة ياهم أنقذ بعد الله عز وجل الكويت كلها. ليش؟ لوجود معلم ذكي. ما قال لا مساعد هذا بس يتعلم العلم الشرعي، لا، علم الطب وعلم العلم الشرعي وعلم، فأنقذ الله عز وجل على يديه هذه النموذج. المعلم لازم يكون حاضر، لابد أن يعلمهم مجموعة من العلوم والمعارف، لا يستقل بعلم واحد ويهمل بقية العلوم، لا، لازم شوي الإنسان يطلع على العلوم الأخرى حتى تكون عنده معرفة. المعرفة مهارة، والمهارة تكبر، والعقل عبارة عن عضلة، كل ما تقوي كلما صار أقوى. ها، فلذلك استمرار الإنسان في العلم والتعلم ووجود معلمين ومعلمات نوابغ في مجالهم يحثون دائما الأبناء على الاستمرار بالمعرفة. في استراتيجية حديثة الآن تقوم على مستوى العالم اللي هي التعلم المنظم ذاتيا، بمعنى أنه يغرس في نفوس الأبناء أن مو أنا بس أعلمك كمعلم، لا، أنت أبدأ في التعلم الذاتي لك، قراءاتك الذاتية لك، اطلاعك لك، كتابتك على الأقل، أن شون الولد من صف رابع متوسط أو خامس يبدأ في كتابة القصص. هذا من النموذج الياباني في التعلم، يعلمونهم على كتابة القصص وكذا. حتى هم شو يقولون اليابانيين؟ يقولون أن الذين أنشأوا الإمبراطور الياباني العظيم هم الذين كانوا يستمعون لحكوات أمهم قبل النوم، فكانت أمهاتهم يغرسون فيهم القيم وعادات والأخلاق والتقاليد. لذلك الشعب الياباني عند قيمهم مقدسة، مستعدين من عم مواقع من النت، يستعدين يسوون كل شيء. الله يكرمكم، حتى نظام صف الأحذية وكذا في البيت ما حد يمسه. لو شنو؟ ليش؟ لأنهم وارثين ومتمسكين فيه لوجود معلم قوي. فالمعلم القوي أنا أتوقع هو سر النجاح، وكلما زاد معرفة كلما انعكس ذلك على طلبته. أتوقع كذي. جميل. أستاذ أحمد الرويح، إذا حاب من توصية للمعلمين خلينا نقول، أو تقدير أو كلمة ثناء بالنسبة للمعلمين والأساتذة بكل تأكيد. نصيحة، يعني الاستثمار في التعلم والتعليم هو أذكى استثمار يمكن يسويه الإنسان، لما في خسارة. فكل ما كان الإنسان عنده استثمار والمعلم يزيد من مهاراته، احنا نعيش في زمن المهارات، كلما زادت مهاراتك زادت نجاحاتك. صحيح. فحلو ان الواحد يكون عنده مهارات اكثر، ويكون عنده يعني حب للتعلم، التعليم الذاتي مثل ما ذكر الدكتور مطلوب شيء اساسي. فهذه اهم وصيه ونصيحه للمعلم للاستمرار في عمليه التعليم. جميل. استاذ احمد الغانم، اذا حاب من توصيه ونصيحه للمعلم.
نصيحة كما تفضل الإخوة قبل قليل، أولا أن نستحضر النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الجهد لن يذهب إن شاء الله هباء منثورة ولا سدى بإذن الله. إن شاء الله ستكون هناك أجيال وسيكون استمرار لهذا العلم، وحتى بعد مماتك أيها المعلم سيكون لك إن شاء الله نهر جاري من الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا يخفف كثير من الأعباء على المعلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خيرا، من علمنا وعلم معلمينا ومن يعلم أبناءنا الآن. تؤمنون أن كلما يعني زاد علم المعلم ومعرفة المعلم زاد النشء بالعلم، زاد النش بالنهضة، يعني هل هذا إيمان؟ أكيد طبعا، تصل الجميع مقتنعين في هذا الموضوع. متى ما كان معرفة المعلم واصلة مرحلة من الحضارة ومن الثقافة يقدر أن يصعد بالأمم. جميل أستاذ حسان النحلاوي، إذا حاب نصيحة إلى المعلم وإلى المدرسين أو حتى لو ثناء على أثر هذا المعلم العظيم. أول شيء الله يجزي المعلمين كل خير على ما يقدمون، وإن شاء الله كله في ميزان حسناتهم، سيرون إن شاء الله أثر هذا العلم والتعليم يوم القيامة بإذن الله تعالى. نوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، أبناؤنا الطلبة أمانة في أعناقنا، لا تقول ما منهم فائدة ما منهم منفعة. شفت هذا الطالب قاعد يشاغب آخر الصف، والله هذا سيكون له دور فعال بإذن الله تعالى إن غرست فيه القيم وعرفت شلون تستغله. أبنائنا طلب فيهم خير، شبابنا فيهم خير، لكن على الإنسان نفس ما تفضل الأستاذ أحمد، النية مع الله تبارك وتعالى، أصدق الله يصدقك بإذن الله تعالى. دكتور يعقوب، إذا حاب نصيحة وأثر إلى بداية، جزاكم الله خير وبندر على هالحلقة وعلى هالصحبة الطيبة برفقة المعلمين، جزاهم الله خير تبارك الله، فعلا يستضاء بها هالكلمات الطيبة ويستنانر بها. الكويت يعني مقبلة على مرحلة قوية جدا، وما كانت انطلاقة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه في الصين في توقيت مهم جدا، وتوقيع كثير من العقود التي ستحول الكويت إلى مركز عالمي جدا. شو معناته؟ معناته احنا نحتاج رجال ونساء يفهمون هذه الأهمية. صحيح يا جماعة، احنا مقبلين على شيء قوي جدا من تحول كامل، ليست الكويت اليوم نفسها بعد نهاية رؤية 2035. فلذلك إذا وعى الأبناء لهذه الأهمية وأن هذه البلاد إنما هي باقية بإذن الله عز وجل بسواعد أبنائها وقوتهم في العلم والمعرفة، وكذلك قوتهم في الدعوة والإصلاح، ما قام فيه الدكتور عبد الرحمن سميت رحمة الله عليه لا يقل أهمية عن العلم والعلماء وصناعة المعرفة. فإحنا انطلاقتنا أنا أشوف بالكويت على هذين الخطين المتوازنين، علم ودعوة ونشر القرآن والإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم حرص على وجود معارف ومهارات وقدرات معينة، نستطيع أن نتجاوز مرحلة صعبة نمر فيها بالكويت إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل. بهذه النظرة السامية من القيادة السياسية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ونظرة سمو ولي عهد جزاه الله خير في هذه الانطلاقة الجميلة التي تنبئ بأهمية وجود العلم والمعرفة لما هو قادم في مستقبل الأيام. جميل، يمكن تسمو الشعوب بكل تأكيد بالمعرفة والعلم والثقافة، وكلما زاد العلم والمعرفة زاد الرقي في المجتمعات. أنا أشكر لك دكتور يعقوب اللغاني على هذا الكلام الرائع واللقاء الجميل والكلام الطيب، أيضا أستاذ أحمد رويح أنا أشكر لك كل الشكر، أستاذ أحمد قانم شكرا لك، وأستاذ حسان نحلاوي شكرا لك، جزاك الله خير. في الختام أعطيكم العافية، وأيضا الشكر لكم أنتم وأعزائي المشاهدين على حسن المشاهدة. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم حلقة نالت استحسانكم ورضاكم، نلتقيكم إن شاء الله في القدمتم بود.